في الوقت الذي تحاول فيه بعض الدول العربية تسريع وتيرة عودة العلاقات مع النظام السوري، جاء في مقدمة الشروط لإتمام التطبيع وقف تهريب وتجارة الكبتاجون، والتي تعد سوريا المنبع الأول لها على مستوى العالم. وأكدت الدول العربية ذلك الشرط مرة أخرى خلال البيان الصادر بعد الاجتماع التشاوري الأخير الذي عقد في جدة بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق لبحث مسألة عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية. فكيف كان رد الرئيس السوري بشار الأسد على ذلك الشرط؟ لم يتأخر الأسد في الرد على مساعي تقارب السعودية والدول العربية الأخرى التي طالبت بوقف وتجارة الكبتاجون، إذ سرعان ما أرسل السعودية شحنة مليونية ضخمة من حبوب الكبتاجون، ما يعني أنه ضرب بعرض الحائط المطالب العربية بوقف عمليات إنتاج وتهريب المخدرات. حيث أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية إحباط محاولة تهريب 12,729,000 قرص مخدر وجد مخبأ في شحنة فاكهة. وبحسب ما جاء في مديرية مكافحة المخدرات في السعودية، فإنه تم القبض على مستقبل الشحنة في ميناء جدة، وهم 4 أشخاص من بينهم شخص سوري. وعلى الرغم من عدم إعلان المديرية عن الوجهة التي جاءت منها شحنة الحبوب المخدرة، كما تم تمويه الكتابات التي حملتها صناديق الفاكهة، إلا أن التسجيل المصور احتوى على لقطة لأكياس من الحبوب المخدرة حملت علامة تجارية مميزة سبق وظهرت في شحنات ضبطها الأردن أثناء محاولة تهريبها من سوريا. وتأتي شحنة الحبوب المخدرة المضبوطة في وقت تحاول فيه بعض الدول العربية التطبيع مع النظام السوري في محاولة لوقف إغراق تلك الدول بالحبوب المخدرة. وسبق وأكدت صحيفة عقاد السعودية أن من خطوات التقارب التي طالبت بها السعودية ضبط ملف الممنوعات والشروع بشكل فوري بتطويق المجموعات المسؤولة عن تهريبها نحو الأردن. وبحسب وسائل الإعلام الغربية، فإن سوريا تعتمد على تجارة الكبتاجون كمصدر أساسي لها للدخل، حيث إن 95% من العملة الصعبة تأتي للنظام السوري من خلال تجارة الممنوعات. كما أن نسبة 80% من الكبتاجون في العالم مصدره النظام السوري، ويعتقد أن سوريا باتت أكبر منتج للكبتاجون في العالم. وتعتبر الولايات المتحدة أن نظام الأسد يشكل تهديداً أمنياً صريحاً للعالم من خلال صناعة وترويج وتهريب الممنوعات بكل الاتجاهات. ومؤخراً فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 8 كيانات و25 فرداً معظمهم من السوريين، من بينهم 3 أبناء عمومة بشار الأسد، وذلك لدورهم في تصنيع وتهريب مخدرات إقليمياً ودولياً.